FM. الكلمة ليك. كلمات مع صوفيا فرحات. ما الذي ترجوه من دنياك لولا الكلمة؟ وتكلم وتألف ولتمت في الكلمة. اللي سماك غنيك واللي أعطاك شريك. ماذا بيا كان الخبر كان غلط. ماذا بيا كان دارت محاسبات ما طلبتش شي مصطفى جعفر شي نجيب الشابي وشي صفي سعيد ولا وغيرهم بخلاص الملايين اللي خذاهم وقت الحمله الانتخابيه واللي توا ما رجعوش لكاس الدوله. معناها ماذا بيا كان رجعوا الفلوس من تلقاء انفسهم. السياسه ماهيش لعبه سهله مهله. ومساله التمويل هذه نتاع الحملات الانتخابيه يلزمنا نفكروا فيها بجديه اليوم الان وهنا. بعباره اخرى اللي حب الللو يسهر الليل بكله. اذا كان ما عندكش ما يلزم تمويل حمله انتخابيه بالاعتماد على ذاتك وحزبك ومريديك وناسك بلاش بها الترشحات يا زراعك يا علاف يا سكر الحانوت. بقطع النظر على الحالات هذه بالذات ثم يسر مؤشرات متواترة على فلوس مشبوهة بالقدس وبالتقسيط الممل ثبت ومن الخارج بالذات ومن سفارات ومن امبشادورات ثبت في حملات انتخابية التشريعية والرئاسية الأخرى دول وأشبه دول وجمعيات وطيارات ومجموعة ضغط ومراكز قوى إقليمية ومحلية عملت بعمايلها وصالت وجالت بفلوسها وكأنها في بلاد مستباحة والقلاع المحصنة ما تتخذ كان من الداخل والفهم يفهم واللي سماك أغنيك أما زادة اللي أعطاك شريك واللي يقول لك هاك قل له اختني من بلاك على خاطر هجميعة سوا سوا اللي عاملوا روحه يتفينس وظريف حال وحلش حا اللي قال لهم خذوا خبزة خبزة واعطيوني صيف صيف. وتخطيت السنين أن عثرتها الكلمات كلمات حيوان أنت لا تبقاه لولا الكلمات ويموت هنا بلا ذكرى وتبقى الكلمات. كلمات مع سفيان بن فرحات. الكلمة ليك.